نفضل تكسبون كيلو 250 كيلو ربع، والماء اللي فيها الصودا دي تقريبا. طبعا الصودا بتساعد على فك تكسبوها من غير ملح، هي تقلي بدأ يبان اهو. تمبرلان بقى فايدته مثبت روع متقل، لكن نحط حوالي 200 جرام بي بي 4 او البيتاين، وده مغذي روع، ونقلب الكلام ده كله قبل السلفونة عشان المعادلة، لأن طبعا الكمبرلان حمضي، ولو حطيته بعد المعادلة هيبوظ لي المعادلة. تمام، تقولي اهو نقلب فيها حوالي 5 دقايق ونرجع لكم تاني.